بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيتم تنصيب موقع جملة. معنا الآن موقع جملة تعمله كاستومايز، أصبح جاهز للتنصيب مباشرة، وهذا الموقع اسمه موقع الاجتماعي أو من جملتي. أول خطوة، من المعروف أنه إحنا زي ما أخذنا في المحاضرة النظري أنه أي موقع لازم يكون داخل اباتشي سيرفر، داخل الروت. هذا لو بتكلم لوكال، داخل الروت انا بمسك الموقع تبع، انا عندي موقع اسمه سوشيال، هيو مضغوط، بعمل له عملية فك بحيث انه يكون فك الضغط جوا مجلد تاني، فالمجلد اصبح انا فكيته، هيو موجود هنا. بدي اروح على المتصفح ومن خلال اللوكال هوست، اللوكال هوست للبي اتش بي ماي ادمن. طبعا خد بالك انه اي موقع عندي لازم يكون جوا الاباتشي سيرفر، جوا الروت كمجلد. ببدأ انا هنا ابدأ استخدم سوس على سبيل المثال 4، هذه اسم قاعدة البيانات، طبعا انا بحرف اسم القاعدة زي ما انا عايز بسميها. بعد كده مباشرة بدي اطلب اسم الموقع اللي هو اسم المجلد انا فكيته وهو سوشيال. جوا سوشيال هبدأ انا اعمل عملية التنصيب. هنا بختار اللغة اللي عايز انصب فيها وليكن اللغة العربية. في الخطوة الثالثة هنا بيعمل فحص للاباتش سيرفر اللي عندي، هل هو مناسب اكثر من 4.3.10 ولا لا. بعمل التالي، بعد كده التالي، هذه رخصة الاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر. في هذه الخطوة بدي اكتب اسم الموقع وهو اسم السيرفر المقصود فيه، اسم السيرفر. فاي سيرفر، اي سيرفر بيكون اسمه لوكال هوست ما لم يكن طبعا سيرفر مجاني. اسم المستخدم لقاعدة البيانات هو الروت، هو الاسم اللي انت نزلت فيه الاباتش سيرفر عندك روت، وكلمة المرور هي نفس كلمة المرور اللي انت عملتها للاباتش سيرفر لما نصبته في الجهاز اللي انت شغل عليه. اسم قاعدة البيانات سوس 4. الان بعمل التالي، لو كان في عند اي معلومة خطأ من هذولا مش هيتم التواصل مع قاعدة البيانات. الخطوة التالية حيكون فيها معلومات اف تي بي ما بتلزمنيش وانا شغال على اللوكال. هنا اسم الموقع اللي حيظهر في المنطقة اللي فوق زي كلمة تنصيب الموقع جملة، حكتب مثلا موقع اجتماعي على سبيل المثال، بريد الكتروني تحط اي بريد الكتروني خاص بك، كلمة مرور مدير الموقع هو الموقع الخاص بجملة تمام وليس قاعدة البيانات. موقع جملة نفسه له كلمة مرور هي انت هتعبيها، له اسم مستخدم هو ادمن افتراضي، اما كلمة المرور فانت اللي هتعبيها. هنحط كلمة المرور بلتكن مثلا 1-6، وبعد كده تنصيب البيانات النموذجية، وبعمل التالي. الآن هذه المرحلة الأخيرة، هنا لازم فيها تروح للمكان اللي نزلت فيه جملة، هتلاقي ملف اسمه illustration، لازم تعمل له delete أو على الأقل تغير اسمه. الآن تقدر تعدي من خلاله على الإدارة أو على الموقع بالطريقة التالية. هذا هو موقع جملة أو موقع جملتي الاجتماعي، طبعا إنتاج موقع جملة هذا الشكل اللي احنا عايزينه. الآن لو عايزين نفوت على لوحة التحكم بحتاج أعمل التالي، أكتب بعد اسم الموقع أكتب administrator، administrator زي ما انت شايف تمام، بعمل انتر. لوحة التحكم الآن ممكن تكون كلمة المرور الاسم المستخدم ادمن وكلمة المرور من 1-6، ممكن ما تشتغلش معايا احيانا يكون فيها خطأ او ما شابه. كيف بقدر اغيرها؟ بنروح مع بعض على لوكال هوست على البي اتش بي ماي ادمن، ومن خلالها هختار الاس كيو ال، هختار قاعدة البيانات في الاول سوس 4 اللي اصبح فيها جداول الان لانه تم بناء الجداول بالفعل. هروح على اس كيو ال وبدي اعمل عملية تغيير للكلمة. الان خد بالك مع حاجة، ان انا في عندي الجداول من ضمن جداول يوزرز او JOS يوزرز، هذا في فيلد او في عمود او في صفة اسمها الباسورد. الباسورد انا بدي اغيرها، بس خد بالك هي عبارة عن كلمة مشفرة وبالتالي تغييرها هيكون بطريقة معينة. التغيير بيكون كالتالي، بجملة ابديت، الابديت بده يتم لجدول، الجدول هذا اسمه JOS underscore users، بدي انا اغير
هغير مين؟ هغير الباسورد، تمام؟ ممكن اكتبها وممكن اخذها من هنا، بدي اغير الباسورد، بدي اخلي الباسورد تساوي باستخدام دالة MD5 اللي هي دالة تشفير، بدي اخليها بتساوي التالي، بدي اياها مثلا MH123. الرسالة تظهر، معلش هي رسالة مشكلة في الجهاز، خلينا مع بعض سريعا. بالطريقة هذه انا ممكن اعمل تنفيذ، طبعا هذه حتنفذ كل اليوزرز اللي في جدول اليوزرز، لكن انا ما عنديش غير يوزر واحد ادمن، فلو ما عندي اكثر من يوزر في الحالة هذه هحتاج اعمل جملة وير زي ما بناخذ في قواعد البيانات. الان جو هيتم تغييرها لامح 1 2 3. بعد في الحالة هذه اعمل ادمن هنا، وكلمة المرور اسجلها عشان افوت على لوحة التحكم. الان لوحة التحكم هذه باللغة الانجليزية، عشان احولها لعربي من اكستنشن، هذه قوائم التحكم في الموقع، بدي اعمل لانجوج مانجر. في لانجوج مانجر هنلاقي انه اللغة العربية ممكن تكون للسايت او للادمنستريتور، انا عايز الادمنستريتور اخليها عربي، بدوس على الادمنستريتور، هاي اللغة العربية جزائرية، بعمل بعد كده على ديفولت. بهذه الحالة هيتحول عندي الموقع الى او لوحة التحكم الى لغة العربية. في المحاضرات القادمة ان شاء الله هناخذ كيفية ادارة المحتوى وادارة مصادر المعلومات وادارة المستخدمين في جملة. الى ذلك اللقاء، استودعكم الله.